بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا فخامة الرئيس. يمكن لو تسمح لي قبل ما نخش على حكاية الزراعة، كنت حابب أقول إن العالم كله لمس مؤخرا الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي، خاصة بعد ما تعدى تأثير إتاحة الغذاء البعد الاقتصادي والاجتماعي إلى البعد السياسي والأمن القومي. لكن إحنا هنا في الدولة المصرية كنا سباقين في الاهتمام بهذا القطاع من خلال دعم سيادتك غير المحدود لهذا القطاع، والتوجيه دائما باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية زي ما هنشوف في العرض. لذلك اسمحوا لي سيادتكم أن أستعرض سريعا ملامح الدعم والإنجازات التي شهدها هذا القطاع على طريق بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة أكثر صمودا وأكثر شمولا. ويمكن ده سيادة الرئيس هو اللي خلانا نقدر نوفر احتياجات شعب مصر العظيم من احتياجاته من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن تحقيق هذا الهدف، بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية. وده كان كله إيمانا من سيادتك بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام. سيادة الرئيس، يمكن في البداية عايزين نقول إن قطاع الزراعة يمكن بيواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن. هذه التحديات تمثلت في محدودية الرقعة الزراعية، ويمكن كمان مش محدودية الرقعة الزراعية ده، احنا تعدينا عليها كمان. أيضا محدودية المية، يمكن احنا من الدول اللي بنعاني من الشح المائي، وكمان تفتت الحيازة، وده نمط الحيازات الزراعية في مصر، تفتت الحيازة الزراعية اللي بيخلي نسبتها في كفاءة الإنتاجية أقل من أقرانها. أيضا عندنا النمو السكاني المتزايد اللي يمكن خلى نصيب الفرد في الدولة المصرية حاليا 2 قيراط، بعد ما كان في فترات من الزمن بيصل إلى فدان للفرد، ويمكن كمان المتوسط العالمي حوالي 12 قيراط للفرد. ده بخلاف بالإضافة إلى يمكن الأمن الغذائي واجه مجموعة من التحديات المتشابكة والمتلاحقة زي جائحة كورونا والأزمة الروسية والتغيرات المناخية، ودي كلها أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد، وأثرت على أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، وكمان أثرت على النظم الزراعية وأثرت على الإنتاجية والإنتاج في وقت كثير من بسبب الجفاف والتصحر. وعشان كده يمكن الدولة المصرية عملت استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية استهدفت الحصول على الموارد الزراعية، أيضا زيادة الرقعة الزراعية، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل، وأيضا بناء أنظمة زراعية تكون قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وكمان تحقيق تنمية احتوائية. يمكن زي ما هنعرض على سيادتك بعد كده نلاقي التوسع الأفقي شمل كل محافظات الجمهورية وكل أنحاء الجمهورية، وده كان من منطلق التوسع تحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية. ويمكن وضعنا مجموعة من المحاور الأساسية اللي يمكن عشان نحقق الاستراتيجية، كان أولها التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، وأيضا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتنمية الثروة، محور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. لو جينا لمحور التوسع الأفقي، اسمح لي ان انا اقول ان هذا المحور بكل الاهتمام والدعم اللي تم من سيادتك، احنا يمكن في خلال الفتره العالم كله، يعني لو تسمح لي ان اقول ان العالم كله، ودي تقارير المنظمات الدوليه بتقول ان العالم كله بيفقد ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخيه، لكن احنا هنا في الدوله المصريه بنستصلح الصحراء. استصلاح الصحراء ده مش عمل بسيط، ده بياخد جهد وعرق وتكاليف. يعني لو تسمح لي كمان اضيف عباره ويمكن أقتبسها من دولة رئيس الوزراء، إن يمكن الجهد اللي تم في مشروعات التوسع الأفقي من جهد وتكاليف ومعدات وأجهزة وإجراءات تمت عشان نوصل لهذا الوضع اللي احنا فيه، أكثر حوالي 2 مليون فدان، وإن شاء الله عندنا مشروعات كتيرة أكثر من 2.5 مليون فدان. يمكن مشروعات التوسع الأفقي دي عايز أقول إن الجهد اللي خدته يمكن تفوق مشروعات كبيرة ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين. لو جينا لمشروع الدلتا الجديدة اللي هو حوالي 2.2 مليون فدان،
يمكن المرحلة الأولى تمت في مشروع مستقبل مصر اللي يمثل باكورة الدلتا الجديدة حوالي 600,000 فدان المرحلة الأولى، وإن شاء الله قريبا المرحلة الثانية حوالي 750,000 فدان. يعني عايز أقول كمان إن التكلفة اللي بتتم في مشروعات التوسع الأفقي، الفدان بيتكلف أكثر من 250,000 جنيه، لنا أن نتخيل المساحات اللي بتتم إضافتها للرقعة الزراعية عشان نعوض التعديات اللي تمت على الأرض القديمة، وكمان عشان نقدر نلبي احتياجات السكان واحتياجات شعب مصر العظيم من الغذاء في وقت قياسي. عندنا مشروع تشكى الخير وإعادة إحياء هذا المشروع، ده من المشروعات اللي خدت جهد كبير والناس تحدثت عنه كثيراً، لكن شرفنا بافتتاح سيادتك له وزيارته أكثر من مرة، ويمكن المؤشرات بتقول يعني إنتاجية عالية وتربة خصبة وكيماويات أقل وأسمدة أقل. يمكن لو حبيت أعرض أمام الناس، يمكن أشير بس لحوالي 7 كيلو، وإحنا زملائنا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية مسألة يعني امتداد فرع 4، يعني تفجير أكتر من 7 كيلو متر في الصحراء عشان نمد الترعة، دي إجراءات صعبة جداً، بنرفع المية لارتفاعات تصل إلى أو تزيد عن 50 متر، بننزل في عمق الترعة أكثر من 20 متر عن الصحراء. يعني ده بيبين حجم الجهد اللي تم في مشروعات التوسع الأفقي. عندنا مشروع شمال وسط سيناء إن شاء الله بنستهدف 460,000 فدان. عندنا إعادة إحياء الريف المصري اللي هو 1.5 مليون فدان. عندنا كمان مشروعات أخرى في محافظات كتيرة في الصعيد والوادي حوالي أكثر من 650 فدان، ده غير المشروعات المستهدفة زي ما هنشوف بعد كده. يمكن كان المشروعات قبل ما ترجع، ارجع تاني نتكلم في الكميات. أنا كاتب الكميات دلوقتي قدامي، في حاجات أنت مش حاططها ليه؟ يعني فيها يعني 60,000 ده ما بيتحسبوش عندك؟ لا صحيح ما بيتحسبوش يا دكتور. يعني ده اللي انت قلت تشكى وشارع العينات وسينا وسيوة هيكلة. طيب فين بقى كومومبو؟ فين هو؟ ما انا سيادتك قلت ان في مشروعات اللي هي زي كومومبو. طب انا بس عايز اقول معلش عشان قبل ما تسيب ده، لان انت في الارقام اللي ذكرتها في التكلفه بتاعه الاستصلاح انت بتقول الفدان بيكلف 250,000 وانت بتتكلم في 4 مليون فدان، يعني كام؟ تريليون؟ يعني تريليون جنيه. طب انت كاتبهم ليه قليل كده؟ صحيح انا بكلمك بجد. طب يعني ارجع كده معلش، يعني انت النهارده هنشيل ال 200 وهنشيل الواحد 2 و1 3.5، صح مش كده؟ دول فقط هنا. طب في اللاهون وفي بني سويف والمنيا مش كده، وفي كومومبو وواحد واحد من خلينا يعني انت بتتكلم في 4 مليون فدان. صح انا بقول الكلام ده لينا ليه؟ لا ما هو معالي الوزير عارف كويس قوي حاجته بصراحه، يعني بس هو يمكن بيتكلم على ان هو اللي هيدخل حيز الانتاج خلال العام الزراعي ده هو اللي عايز يتكلم عليه. انا بقول كلام مظبوط؟ مظبوط. لكن احنا بنتكلم على مش بس كده، على اللي احنا مخططينه خلال بالكتير سنة ونص سنتين. لما انت تتكلم على ان انت تضيف 4 مليون فدان في ارض ظروف مصر فيها، احنا ما عندناش غابات اسمه ده يعني مياه ممطرة على مدار العام 8-9 اشهر فأي حتة هنصلحها تزرع، لا زي ما انت ذكرت دلوقتي ان احنا عشان نعمل في تشكى المشروع الفرع 4 ديت انت بتقول حائط صخري مش كده؟ السبعة كيلو دول وفضلوا موقفين المشروع العشرين سنة اللي فاتوا مش كده يا دكتور؟ طيب فانت ليه ما تقولش تريليون جنيه؟ وبالمناسبة احنا ما بنقولش حاجة ابدا مش صدقة، بس فانت الرقم اللي قلته في الاول انا اتخضيت قلت مش عايز يقول الفلوس ليه. لا هو انا اسمح لي سيادتك ان انا زي ما سيادتك قلت دلوقتي احنا بنتكلم على الاستصلاح، احنا عندنا منطقة اخرى فيها 600,000 فدان
اللي هي الموجودة دي، وعندنا 1.1 مليون مستقبل مصر بيشتغل فيهم في طريق الواحات الداخلة وشرق العوينات، وعندنا حوالي أكثر من 250 ألف فدان في كومومبو. أنا ما حطيتش بالمناسبة الهيكلة بتاعت 1.5 مليون فدان في الشغلانة، لأن أنا اعتبرت أن القطاع اللي بيقوم بيهم هو القطاع الخاص يا دكتور، وبالتالي استثماراته هو اللي بي إيه؟ بيدفع. لكن أنا بتكلم على أن الدولة بتعمل ده دلوقتي، وبنتكلم على أرقام ضخمة جدا جدا قد تصل للتريليون جنيه. صح. ولو أنت النهاردة جبت الأفلام بتاعت شقة الترع والمصارف أو شقة الترع ومحطات المعالجة بتاعت المية ومحطات الرفع اللي بتتعمل وحطتها جنب بعضها هنا، أنت هتبقى في العرض بتاعك ده حتة تانية خالص. شكرا. حتة تانية خالص. اسمع، عارف أنا بقول لك كده ليه؟ لأن إحنا بنقول للناس ثقوا في أنفسكم مش فينا، وبنقول للناس في أمل، ومش إحنا أصحاب الأمل، أنتم أصحاب الأمل. فبنقول لهم ده اللي اتعمل في خلال بالمناسبة ده خلال الأربع سنين الأخرين بكتير، مش من أول ما بدأنا. صح. مش كده؟ فطب إحنا بنقول للناس إن إحنا بنتكلم في 4 مليون فدان خلال هنقول 4 سنين، ممكن؟ طبعا ممكن. وانا كنت دايما اقول لزمايلنا وبقول لكم وبقول لدولة الرئيس ان مشكلتنا في ان احنا يعني عملية تسويق القدرات ديت اللي الدولة بتقوم بيها، ومش عشان تقول ان انتوا يعني وزير الزراعة بيشتغل كويس او الحكومة بتشتغل كويس، لا، عشان نقول للناس اللي موجودة في مصر، لا بص، هو النهارده الأربعة مليون دول يشغلوا قد ايه؟ يعني غير يشغلوا كمان، ده احنا افترضنا ان كل فدان بياخد 3 او فرضين. لا خلي واحد بس. ولا لا فد 2 او 1، يعني 2 يجيب له 8 مليون. 8 مليون اسره. اه. انا بس طب وزاره النهارده القطاع بتاع التعليم في كليات الزراعة تطلع ايه هنا بقى عشان الناس دي كلها تبقى جاهزة تشتغل، وحتى المدارس الزراعية اللي مش عايز اقطع، بس انا اتخضيت لما لقيت الرقم اللي بتقوله، يعني انت بتتكلم في تريليون جنيه. صح. 1000 مليار. اتفضل. وهضيف بس حاجة كمان، ان يعني يمكن عايز اقول بالاضافة الى العمالة، يمكن احنا عايزين نقول ان الفدان لو افترضت متوسط انتاجيته، وده اللي حمانا خلال الفترة اللي فاتت، متوسط انتاجيته من 10 إلى 15 طن، يعني معنى كده ان 1 مليون فدان اللي بينزرع بيجيب من 15 إلى 20 مليون طن منتجات غذائية. يبقى لو انا بتكلم عن 4 مليون فدان بتكلم عن 80 إلى 100 مليون طن منتجات غذائية، وده التحدي الرئيسي، لان احنا يعني بعض الناس بتتكلم على التكلفه زي ما سيادتك بتقول تكلفه كبيره جدا، لكن احنا ما كانش قدامنا كدوله مصريه غير ان احنا نسلك هذا المسار. ده مسار لازم نعمله، لان زي ما بنقول كده الامن الغذائي اصبح قضيه محوريه. ودي نتائج التوسع الافقي ساهم في زياده الصادرات والرقعه الزراعيه زي ما سيادتك قلت، وعندنا محاور كتير وتشغيل وانشطه. المحور الثاني اللي اشتغلنا عليه محور التوسع الرأسي، وده برضو من المحاور الرئيسية في زيادة الإنتاجية والإنتاج. يمكن احنا عندنا أصناف محسنة، يمكن كان برضو توجيه سيادتك في الفترة اللي فاتت ان احنا نتوسع في التقاوي المعتمدة، ان احنا برضو في نعالج مشكلة المية في محطات في شتل القصب، وإخواننا في الصعيد ان احنا نحاول ننشط زم، وتشوف سيادتك دلوقتي موقف المحطة اللي عملناها. البرنامج الوطني للخضر طول حياتنا بنستورد تقاوي الخضر 100%، لكن الحمد لله بقى عندنا برنامج وسجلنا أكثر من 30 صنف، وكمان الإرشاد الزراعي وتدعيم منظومة الصوب الزراعية. يعني خليني أتحدث عن منظومة الصوب الزراعية هنا اللي بعض الزملاء تناولوها في بأسلوب أو بآخر. الصوب الزراعية يمكن أستعير كلمة من سيادتك، دائما كنت بتقول لنا إن الصوب الزراعية دي بتعتبر محطة معالجة مي. اولا الانتاج قديه 4 مرات الارض العاديه، الارض المكشوفه، كمان كميه الميه اللي بتستخدم بتحقق انتاج 4 مرات الكذا، كمان بتيجي في اوقات الفجوات وبالتالي بتاثر في التسعير، ايضا بتنتج انتاج ذو جوده عاليه، وبالتالي يمكن ده ظهر في زياده الصادرات ووصلنا الى رقم غير مسبوق، ايضا بتشغل عماله. فموضوع الصوب الزراعيه احنا ان شاء الله مستمرين كدوله مصريه في تحقيق
المبادرة اللي سيادتك أطلقتها اللي هي 100 مليون فدان صوب. دي نماذج من الأصناف المحسنة. يمكن لو رجعنا لمثل الأصناف المحسنة عايز أقول إن إحنا بالنسبة للمتوسط إنتاجية وحدة المساحة في القمح إحنا رقم واحد على مستوى العالم في الإنتاج الربيعي، ورقم أربعة على مستوى الربيعي والشتوي. يمكن الذرة رقم أربعة، الرز رقم اثنين على مستوى العالم في إنتاج وحدة المساحة. الرز رقم اثنين. دي محطة شتل القصب اللي هي في كومومبو، عملنا أول محطة على مساحة 26 فدان بتنتج حوالي 30 مليون شتلة في السنة. كمان بنعمل محطة وادي الصعايدة بحوالي بتنتج حوالي 160 مليون شتلة سنويا. ودي صور من محطة كومومبو على أرض الواقع، إن شاء الله هنفتتحها قريبا لأن احنا عملنا فيها زراعات تجريبية. لو رجعنا بقى نتيجة التوسع الأفقي، انت عندك فرصة اتكلم في الموضوع بتاع القصب كويس. عندك فرصة، في عندك 350 ألف فدان بيتزرعوا بكميات مية ضخمة جدا، وانت عامل برنامج عشان البرنامج ده تاخد منه وتشتل وتخلي المية اللي بتستخدم فيها أقل ما يمكن. انت عندك فرصة تقول للناس في الصعيد ال 350 ألف فدان اللي انتوا بتزرعوهم بالطريقة بتاعتنا ده بيستهلكوا كمية مية ممكن تزرع 800 ألف فدان ومليون فدان. يا دكتور أنا بقول كلام مظبوط؟ مظبوط طبعا. طب أنا النهاردة عملت البرنامج ده اللي الهدف منه أن أنا أشتل وأعمل ري تنقيط كده برضو صح، عشان في النهاية أزرع 350 ألف فدان يجيبوا كميات تساوي 600-700 ألف فدان. أنا بقول كلام مظبوط؟ ثم أوفر المية. طب أنت هتلاقي منصة أحلى من اللي احنا فيها دي، الدنيا كلها بتسمعك. شكرا. طب لو حبيت أتكلم عن القصب، يمكن القصب من المحاصيل الشارهة في المي. الحاجة التانية إن احنا ما بنقدرش نطبق فيه نظم الري الحديثة بأسلوب الزراعة الحالي، وبالتالي كان توجيه فخامة السيد الرئيس إن احنا نحاول نجد آلية. لأول مرة بالمناسبة محطات شتل القصب في الشرق الأوسط تتم في مصر، وإن شاء الله المحطة الكبيرة، يمكن دي محطة صغيرة 30 مليون شتلة، عندنا المحطة الكبيرة اللي هي 160 مليون شتلة إن شاء الله لما تخلص هنشرف بافتتاح سيادتك لها. القصب الفدان بيستهلك مية أكتر من 10,000 متر أو 12,000 متر في السنة. استخدام النظم الحديثة، أولاً الزراعة بالشتل هتؤدي إلى انخفاض حوالي أكتر من تلت المية. الحاجة التانية إنها تقلل الأسمدة. الحاجة التالتة إنها تقلل التكلفة. الحاجة الرابعة هتزود الإنتاجية. ولو اتكلمت على الإنتاجية، يمكن دلوقتي متوسط الإنتاجية للفدان حوالي 35 طن للفدان، يعني من 30-35. لنا أن نتخيل إن أنا لما استخدم نظام الزراعة بالشتل الفدان هيبقى فيه حوالي يعني من 45-50 ألف عود، يعني لنفترض أن العود حوالي كيلو، يعني بتكلم في 55-60 أكتر من 60 طن للفدان، وبالتالي كأنه ضعفت الإنتاجية، كأن حسنت مستوى دخل المزارع، وبالتالي حياة كريمة للمزارع. دي كلها إجراءات. وإحنا بالإضافة كمان أن أنا في فترة الشتل بوفر له مساحة، يعني وقت من الأرض يقدر يزرع فيه زرعة تانية لأن أنا بنقل الشتل. الحاجة التانية أن أنا في الكسر، في القصب بيقعد في السنة مثلا 5 سنين، فكان بالزراعة التقليدية بيقعد بعد السنة الأولية ممكن يبقى نسبة الزراعات في الأرض ضعيفة، لكن بنظام الزراعة بالشتل أقدر أعوضها وأقدر أرقع الأرض تاني، وبالتالي الكثافة تستمر طول ال5 سنين. وبالتالي ده يعني مشروع قومي كبير، وده أول مرة يتعمل في منطقة الشرق الأوسط، إن شاء الله نأمل إن احنا ننجح فيها. لو جينا للصادرات الزراعيه نلاقي قصه ثانيه خالص. احنا يمكن في 2014 كانت صادراتنا 4 مليون طن، احنا حاليا 6.5 مليون طن، وان شاء الله في نهايه 2023 7 مليون. انا مش هتحدث عن المقارنه بين الاربعه والسته ونص، لا انا بتحدث عن مقارنه اربعه. كان عندنا عدد سكان بيستهلك المنتجات الزراعيه حوالي من 85 مليون مواطن، احنا النهارده بنتكلم على 115 مليون مواطن بما فيهم الضيوف، وبرغم كده تم غير الضيوف 115. ما انا بقول 115. فالصادرات احنا لاول مره سياده الرئيس نصل الى اسواق، يعني ما كناش بنفكر ان احنا وصلنا لسوق اليابان،
الموالح المصرية، السوق الأمريكي في الموالح، السوق الصيني، الرمان والمانجو أخيراً. يعني وصلنا لهذه الأسواق نتيجة جودة المنتجات الزراعية وأصبحت لها اسم في العالم. إحنا يمكن احتلينا المركز الأول في البرتقال اللي كانت أسبانيا متربعة فيه لفترة طويلة من الزمن، لدرجة أن أسبانيا بدأت تستورد مننا البرتقال. الفراولة برضو فيها المركز الأول، عندنا البطاطس مراكز متقدمة، عندنا المنتجات الأخرى، العنب أصبح لنا مراكز متقدمة. فالصادرات الزراعية المصرية أصبح فتحنا يمكن في خلال التسع سنين اللي فاتت 65 سوق جديد، منهم أسواق ما كناش بنفكر فيها نهائي. أيضا بنصدر حوالي 400 منتج، ده بفضل برضو سيادتك لما وفقت لنا على إطلاق منظومة التكويد اللي هي بتتتبع المنتجات الصادرات من المنتجات الزراعية، ويمكن كثير من الدول المجاورة بدأت تيجي تستفيد مننا في هذه المنظومة. يعني كفاءة استخدام المية، أنا يعني مش هتحدث عن محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والجهد اللي تم فيها والتكاليف الكبيرة فيها والمشروع القومي لتبطين الترع ومنظومة تحديث الري، هيتحدث فيها زميلي معالي وزير الري. عشان بس ما أسيب له مساحة من الحديث يعني. فاحنا برضو في كفاءة استخدام المية مش المعالجة لا، احنا كمان بنستنبط الأصناف اللي استنبطها مبكرة النضج. يمكن اللي له يعني قديم كده زينا كده، يمكن كان بيشوف القطن كان بنزرع مثلا في شهر 2 و3 وبيقعد أكتر من 5 6 شهور في الأرض. إحنا دلوقتي القطن بنزرع في شهر 5، يعني الوقت الشهرين اللي توفروا دول بيوفروا مساحة من الأرض، بيوفروا مية، ممكن أزرع محصول بديل، وبالتالي دي سبب زيادة الإنتاجية الزراعية. بنستخدم كمان أصناف عندنا موفرة للمية. يمكن إحنا يعني عرضت على سيادتك قبل كده إن إحنا استنبطنا صنف سوبر 301 و300 في الرز، ده بيستهلك مية أقل حوالي التلت، وإن شاء الله زرعنا منه السنة دي حوالي 250 ألف فدان، وإن شاء الله بنوفر مسألة التأول المعتمدة زي ما قلنا سيادتك. التأول المعتمدة ده إحنا يمكن السنة دي إن شاء الله في موسم القمح اللي موجود ده هنغطي 100% من احتياجات المزارعين والفلاحين من القمح. إحنا كنا يمكن من 3 سنين كنا بنغطي حوالي 30% وأقل من 30%، إحنا السنة دي عندنا تقاوي معتمدة ومحسنة تغطي 100%، وعندنا فائض للتصدير، عندنا دول كتير جدا بتطلب نظرا لجودة الأصناف بتاعتنا وعالية الإنتاجية بدأت تطلب مننا يمكن كميات. عندنا برضو بدأنا نلجأ إلى ممارسات زراعية برضو موفرة لاستخدام المي. لو جينا لمشروع الثروة الحيوانية والدجينة والسمكية هنلاقي أن الثروة الحيوانية يمكن إحنا يعني اشتغلنا عليها كتير. كان أول حاجة فيها أن إحنا لازم عندنا قاعدة بيانات، قاعدة البيانات دي عشان نقدر نعملها نقدر نخطط الثروة الحيوانية، نقدر نرسم احتياجاتها من اللقاحات، من المكافحة، من الأمصال واللقاحات وخلافه، نقدر نحدد برضو التركز و الاحتياجاتها من العلف وخلافه. عندنا المشروع القومي البيتيلو، عندنا مشروع القومي المليون راس ماشيه، عندنا مشروع تحسين السلالات اللي برضه هتحدث فيه بالتفصيل، عندنا مراكز تجميع الالبان. لو شفنا المشروع القومي البيتيلو يمكن برضه عايز احب اقول ان المشروع القومي البيتيلو ده موجه بصفه اساسيه لصغار المربين والمزارعين، وبالتالي كان الهدف منه برضه هو حياه كريمه للمربي والمزارع الصغير. يمكن احنا هذا المشروع رغم انه اطلق من تم اعتماده من مجلس الوزراء في 2012 لكن ما تمش تفعيله الا اعتبارا من اخر 2016، والحمد لله وصلنا الى ارقام قياسيه 43 الف مستفيد، عندنا 500 الف راس. التمويل المتاح له بعد ما كان 300 مليون في البدايه، الرقم اللي موجود 8 مليار جنيه لهذا المشروع، ده وفر لنا كميات من اللحوم يمكن ساهمت في رفعت نسبة التغطية من اللحوم. احنا يمكن 2014 كانت نسبة التغطية من اللحوم الحمراء حوالي 40%، احنا الحمد لله قربنا على 60% برضو مع فارق الزيادة السكانية، كنا كام وبقينا كام ونسبة الاستهلاك. يعني عندنا المشروع تحسين السلالات، يمكن كان وجهت سيادتك برضو في إطار حياة كريمة ان احنا نحاول نساعد الناس على انها تتحول من السلالات يعني متوسطة أو ضعيفة الإنتاجية سواء في معدل التحول في اللحوم أو إنتاجية الألبان. بدأنا فعلا نطبق هذا المحور واستوردنا حوالي 80 ألف رأس عجلة عشار، لكن
احنا تعرضنا لظروف اثرت علينا في تنفيذ هذا المشروع، يعني جت جائحه كورونا عملت اقفال واغلاق. بعض الدول زي المانيا وخلافه اللي عندها السلالات المحسنه بدات تقيد الصادرات منها، كمان مساله العمله وارتفاع الاسعار. يمكن اول ما اطلقنا هذا المشروع من سنتين كان سعر الراس حوالي 40,000 او 45,000 جنيه مصري، سعر الراس حاليا دلوقتي اكثر من 100,000 جنيه، وبالتالي يمكن احنا بدانا نلجا الى اسلوب التلقيح، محور التلقيح الاصطناعي اللي هو نحسن السلالات المحليه خاصه انها متاقلمه. ويمكن سيادتك لو المتابع لنا في هذا الامر يشوف الرؤوس المحليه اللي موجوده في السوق يجد ان شكلها اتغير وانتاجيتها اتغيرت وبقى فيها تطور. يعني المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، يمكن أنا بس حبيت أجيب صورتين، صورة قبل التطوير وصورة بعد التطوير. ده كانت الصورة والوضع لمراكز تجميع الألبان. سيادتك وجهتنا أن احنا نبحث عن آلية لتطوير مراكز تجميع الألبان، وبالفعل تم حصر المراكز. وده كان توجيه سيادتك برضو أن احنا نحاول نجد ألبان صحية وآمنة، وبالتالي احنا طورنا حوالي 281 مركز تجميع ألبان. يمكن برضو اللي أثر ان احنا كنا في بداية المشروع كنا المركز اللي طاقته كانت 10 طن، كان يعني تكلفته حوالي 5 مليون، حاليا المركز اللي طاقته 10 طن بيتكلف حوالي 15 مليون، فده يمكن اللي أدي يعني بطء شوية في التنفيذ، لكن احنا مستمرين في هذا المشروع. الثروة الداجنة يمكن احنا بنحقق فيها اكتفاء ذاتي. احنا عندنا 100 مليار استثمارات في هذه الثروة الداجنة، عندنا بننتج 1.4 مليار طائر، بننتج 14 مليار بيضة، عندنا أكثر من 3 مليون عامل في هذه الصناعة. يمكن برضو كان متابعة سيادتك لهذه الثروة، يمكن سيادتك أصدرت قرار جمهوري باعتماد 9 مناطق في مناطق صحراوية جاهزة لإقامة مشروعات الثروة الداجنة بالكامل، وإحنا عارضينها على المستثمرين بالتعاون مع يعني هيئة الاستثمار. أيضا يمكن إحنا في وزارة الزراعة عشان بقى عندنا ثروة داجنة كبيرة في كل المنتجات، يمكن لجأنا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان إن إحنا كانوا معتمدين يعني منطقة يعني إنفلونزا الطيور من 2006، يمكن خدنا اعتماد ب 27 منشأة 37 منشأة. أيضا كان توجيه سيادتك إن إحنا برضو الدواجن باعتباره صناعة كبيرة كان لازم نتوسع في اللقاحات البيطرية للدواجن. يمكن احنا في معهد البحوث التابع لوزارة الزراعة زودنا الطاقة اللي عندنا من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة، ويمكن كمان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع أحد شركات القطاع الخاص عامل شراكة بينشئ، ويمكن المشروع خلاص بقى جاهز إن شاء الله لتغطية احتياجاتنا، وإن شاء الله نأمل إن احنا نصدر في هذا في اللقاحات البيطرية باعتبار إن الدول الإفريقية والدول المجاورة ما عندهاش هذه الصناعة. يعني لو لجأنا لمحور تنمية الثروة السمكية والبحيرات هنلاقي المشروع القومي لتنمية وتطوير البحيرات، عندنا المشروعات القومية للاستزراع السمكي، عندنا برضو بعض المفرخات للأسماك. ده يمكن صورة من نموذج لبحيرة المنزلة قبل التطوير، كان الشكل عامل تعديات وحشائش والبحيرة قد تكون تلاشت أو اختفت معالمها يعني، لكن برضو كان سيادتك ان احنا نحاول نرجع البحيرات. وهنا لازم اوجه الشكر للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والاجهزه المعنيه بالقوات المسلحه اللي ساعدت وبذلت جهد كبير في ان احنا نرجع البحيره وغيرها من البحيرات. ده اثناء التطوير، الجهد اللي بيتم اثناء التطوير، وده الشكل دلوقتي بعد الوضع. لنا ان نقارن الوضع قبل التطوير بالشكل كذا، اصبحت البحيره بشكلها زي ما كان. معلش انا يعني هقول للحضور والشكل اللي قبل ده، احنا كنا بنتكلم على 250 الف فدان مش كده؟ كانوا بالطريقه اللي هو كده، والمنزله كان بيتم فيهم القاء صرف يعني زراعي وكده، وبالتالي كانت ده الحال. وحتى الثروه السمكيه اللي كان ممكن تتزرع في ال 250 الف فدان او تنتج في البحيره ديت يعني تراجعت بشكل كبير. فهات بقى اللي فاتت بيه الاخيره خلاص كده، دي مش صور احنا جايبينها لكم عشان، لا انت بتتكلم في 250 الف فدان كده، بقالنا 5 سنين شغالين نكرك ونشيل تعديات تكونت على مدار، هي ما كانش تعديات بس، كان هنا في بؤر كلام مش مظبوط يعني، لكن عشان تبقى بالطريق كده وتبقى تعود مرة تانية
المزارع السمكية أو تعود مرة تانية، مش المزارع، تعود مرة تانية الحياة للبحيرة وتنتج أصناف كانت تلاشت منها خلال السنين اللي فاتت عشان تدخل الإنتاج ل 250 ألف فدان. أنا عايز أقول لكم وللناس اللي بتسمعني هناك ولأي حد بيشتغل في الموضوع، ال 250 ألف فدان دول هو عبارة عن مزرعة صناعية طبيعية. لو أنتم أحسنتم استخدامها ونظمتم بقوة الصيد فيها، هي والبردويل والبرولوس وإيدكو وبحيرة مصر، إنتاجك هيزيد عن كده قد كده مرتين ثلاثة أربعة، تبقى بتكفي وبزيادة وبزيادة. طب هندي فرص عمل للناس تكسب منها، ممكن. شوفوا في النقطة دي بتاعت المية وبتاعت البحيرات يا دكتور مصطفى، أنا بقولها لينا والكل حتى للناس اللي موجودة هناك، إذا ما كناش نتفهم يعني إيه بحيرة نقية، بحيرة متنظم الصيد فيها ولا يسمح باستخدام وسائل ممنوعة في الصيد، ثم إن إحنا فترة الإيقاف الثلاث أربع شهور اللي بيتموا نلتزم بيهم. وأنا قلت لكم مرة، قولوا للناس اللي بتصطاد إحنا هم كام؟ كم واحد؟ 50 ألف؟ طب 100 ألف؟ طب يعني لو ادينا أثناء فترة التوقف لهم دعم مؤقت أو دعم زي ما كنا اتكلمنا، قلنا ندي 1000 ولا 2000 كل شهر لمدة الأربع شهور عشان إحنا هنعمل إغلاق كامل للبحيرة عشان الإنتاج والاستزراع اللي بيتم، أو موضوع الـ يعني الراحة البيولوجية اللي بيقولوا عليها تكون حققت النتيجة، أنتوا هتجدوا وهم هيجدوا بدل ما بيطلع له 10-12 كيلو في اليوم، ممكن الرقم ده يتضاعف مرة واثنين وثلاثة، وبالتالي هو العائد بتاعه مش هيبقى على قد العشرة 12 كيلو. فده مش موجود، وهيئة التحمية البحارات اللي احنا كنا قلنا أيام المهندس إبراهيم محلب ان احنا نعمل هيئة ونعمل كيان قوي قوي، هيكلفنا كتير لان هيبقى ليه آليات وليه أدوات يستخدمها في ضبط الموضوع. بعد اللي اتعمل هنا وتكلف، طب انتوا دفعتوه؟ دفعنا احنا عملنا في فترة التوقف اللي فات. دفعت ايه؟ لا دفعنا في البحيرات في التنمية في التكريك وكلام ده؟ لا ما دفعناش. طب ما ايه؟ لا صحيح، لا ما دفعناش طبعا. دي الموضوع شغال بين الكراجات اللي اشتريناها وبين هيئة قناة السويس يا دكتور مصطفى، انت عارف ده كويس، عشان نكرك الكلام، لان احنا قلنا لو دخلنا شركات اجنبيه عايزين لها اكتر من 200-300 مليار جنيه. انا بتكلم صحيح، فجبنا احنا الكركات وقلنا احنا نعمل صح. والناس بتشتغل. انا مهم بعد ما عملنا ده ونجحنا بالطريقه ديت، لا احنا مش هنفرح كده دلوقتي وما نكملش الفكره بان البحيرات دي هي عباره عن مزارع سمكيه، انا بقول عليها طبيعيه صناعيه. ليه صناعيه؟ لان احنا هنتدخل فيها. اسمع انا بقول الكلام ده مش ليك والله، انا بحلف بالله، انا بقول الكلام ده للناس اللي موجوده في البردويل واللي موجوده في بحيره ناصر، ويا ريت كنت انت جبت لي بحيره ناصر والمصانع اللي كانت موجوده اللي كانت معموله من 50 سنة وبقت عامله ازاي دلوقتي. هي العنوان اللي ورا منك حكايه وطن، يعني ايه؟ يعني عايز تقول للناس ان بحيرة ناصر اللي كان بتطلع 60 و70 و80 ألف طن يا دكتور ما بقتش تطلع كده؟ طب ليه؟ رغم ان في نظم حديثة جدا جدا في الاستزراع والانتاج، طب ما هي كده ليه؟ والناس تاخد السمك نصه يعني يتلف منها، ولا انا بقول كلام؟ طب البحيرة دي مش فيها 40 ألف صياد، ولا انا مش واخد بالي؟ مش كده؟ طب لو النهارده الانتاج بتاعهم تمام، اولا لهم هيبقى عائد مادي، ثانيا لينا احنا هيبقى انتاج، بدل ما تقول النهارده الدواجن او اللحوم وده مش بطال برضو ان احنا مهتمين بكل شيء، لكن العدد اللي موجود عندنا عدد كبير، وبالتالي احنا دايما عينينا على ان احنا نعظم ما لدينا. نعظم ما لدينا يعني ايه؟ ده هيوجع لك قلبك،
لأنك أنت بتتعامل مع بشر أكل عيشهم الشغلانة دي. تفضل. ده يمكن برضو سيادتك المشروعات القومية للاستزراع السمكي، يمكن عندنا المشروع الفيروز 18,000 طن سنويا، ده الطاقة بتاعته. عندنا برضو غليون المدينة الصناعية المتكاملة السمكية حوالي 7,000 طن. عندنا مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي 1,800 طن. عندنا برضو مشروع الديبة للاستزراع السمكي، ده متخصص في الجمبري. المشروعات دي كلها دي من ضمن الانتاجية بتاعتها، ده يمكن اللي ساهمت في زيادة موقعنا واحتلالنا الموقع زي ما سيادتك هتشوف في الثروة السمكية. يمكن برضو كان الحتة اللي سيادتك قلت عليها مسألة الصيد الجائر، وبرضو ان احنا نحاول نزود وننمي الانتاجية، يمكن احنا الاول مرة عشان برضو الصيد الجائر من البواغيز والزريعة في مداخل البحيرات مع البحار، يمكن أنشأنا لأول مرة مفرخين بينتجوا زريعة لتنمية الاستزراع السمكي من جهة الملحة. عندنا واحد في بورسعيد وعندنا واحد في محافظة اسكندرية، ودول يعني يعتبروا شغالين دلوقتي وبدأوا يخشوا الانتاج ده لتدعيم، لأن كان هناك دائما التوسع في بعض الأماكن للاستزراع السمكي على الماء المالحة، فاحنا عملنا لهم هذه الكذا. برضو زي ما سيادتك قلت دلوقتي ان احنا عايزين ننمي الثروة السمكية في البحيرات او في المياه العذبة زي بحيرة السد العالي او نهر النيل او البحيرات، فاحنا برضو كان سيادتك وجهت ان احنا نطور المفرخات اللي عندنا في جنوب الصعيد زي مفرخ صحاري وجرف حسين وتشكى، وده فعلا بدأنا فيه التطوير بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واعتقد يمكن واحد او اثنين يعني في مراحلهم النهائية وان شاء الله يخشوا الانتاج، هيأدوا بقى الى زيادة نلقي الزريعة في البحيرة السد العالي. الكلام ده كان موجود قبل كده، الكلام ده ولا انا بقول دول كانوا موجودين قبل كده، ولكن ايد الاهمال أيوة. خلال السنين اللي فاتت سبته. خرجتهم بره الايه؟ الخدمه، بره الخدمه، عشان نرجعهم بره الخدمه تانية. مش مهم الفلوس اللي بندفعها، لكن انا بتكلم قد ايه ان كان في البلد في مقومات كويسه لو كانت في يعني من جانب المسؤولين متابعه وايضا ضخ اموال. وانا هنا هتوقف عند نقطه، يعني كانت الفكره بتاعت بحيره ناصر لو نفتكر انها كانت دايما بتقدم انواع من الاسماك باسعار معقولة جدا او يمكن منخفضة جدا. صح. طب يا ترى لما اتعمل ده، الفكرة دي انها تتمشي بالطريقة ديت، نجحت انه اديها رخيصة، البعد الاقتصادي في المشروع ما يتحطش في الاعتبار، او جزء منه يبقى موجود معنا القطاع الخاص فيه عشان ينظم ويدير ويحافظ على كفاءة المنشآت. النهارده كل الحاجات اللي كانت موجودة دي خرجت بره الخدمة وعادة تعمل من جديد، إذا كان مصانع التلج اللي كانت موجودة أو مصانع التعليب، صح كده؟ صح. أنا بقول لك كده عشان الناس تبقى عارفة إنك أنت لما تفكر إنك أنت تقول إيه، يعني كان دايما المسألين وهم بيعرضوا يقول لك إيه، إحنا إن شاء الله فنم هنطلع إنتاج، والإنتاج ده تمنه تكلفته إيه؟ 20 جنيه بسيط يعني. يا سيدي أنت بتقول كده ليه؟ ما تطلع الموضوع مظبوط وبيعه مظبوط عشان تكمله، بدل ما تخرجوا بعد 5-6 سنين الحاجه اللي انتوا عملتوها دي بالملايين والمليارات، يمكن تخرج بره الخدمه ونبقى نخسر قدراتنا الذاتيه اللي موجوده في الموضوع. اتفضل. يمكن ده بخلال المشروعات القوميه وتطوير البحيرات وكده، يمكن خلانا بنحقق يعني قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية. يمكن احنا اصبحنا رقم واحد في الاستزراع السمكي في افريقيا، ويمكن السادس عالميا على مستوى العالم في الاستزراع السمكي، ويمكن عندنا احنا متميزين في البولت رقم 3 على مستوى العالم في انتاج البولت. بخلاف المحاور الاساسية اللي تحدثنا عنها بقدر في لمحة سريعة، عندنا مجموعة من المحاور الداعمة اللي كان لازم نشتغل عليها عشان نقدر نحقق الاستراتيجية. أول حاجة ده كان منظومة الزراعة التعاقدية، أيضا ما أغفلناش محور التحول الرقمي والزراعة الذكية، أيضا مبادرات تمويل صغار المزارعين ومشروعات حياة كريمة. لو جينا لمشروع الزراعة التعاقدية، ده من الحاجات المهمة جدا اللي الدولة يعني أعطتها اهتمام. يمكن الدولة في فترة من الزمن تخلت عن شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين، وده يمكن أدى إلى
ان الفلاحين والمزارعين بدا تغير نمط الزراعه، كل واحد بقى بيزرع اللي يعجبه بالطريقه اللي تعجبه، وبالتالي يمكن لقينا بعض المحاصيل الاستراتيجيه انخفضت المساحه المزارع فيها زي القطن مثلا، انخفضنا كده كبيره. لكن بدات سيادتك مع يعني ان احنا ندعم المزارع والمربي الصغير، كان مساله تنفيذ الزراعه التعاقديه. يمكن احنا لاول مره ننفذ الزراعه التعاقديه بالشكل وبالاسلوب المنضبط. احنا بنعلن اسعار ضمان قبل الزراعه بوقت مناسب عشان الفلاح يقدر يحدد اقتصادياته ويختار المحصول كويس، وبعدين لما نيجي نستلم منه المحصول بناخد منه بسعر البورصه او سعر السوق. نفذنا هذا الامر على يعني مجموعه من المحاصيل زي القمح، الذره السنه دي بنطبق على الذره، فول الصوع، عباد الشمس، المحاصيل السكريه زي قصب السكر والبنجر والقطن كمان. وده يمكن هيبقى من الحاجات الاساسيه اللي هتساعدنا ان احنا نقضي جزئيا على مشكلة تفتت الحيازي، ان احنا نبدأ بقى طالما انا بشتري المحصول وبأسعار مناسبة اقدر اطبق الدورة الزراعية، وبالتالي نقدر نعالج جزئيا مشكلة التفتت الحيازي. برضو كان التحول الرقمي في الزراعة لابد برضو ان احنا يبقى لنا دور مع تحول مصر الرقمية. يمكن احنا عندنا بقى عندنا تأهيل اكتر من 5700 جمعية اصبحت بتمارس العمل بطريقة رقمية وبصفة خاصة في توزيع السماد. يمكن كارت الحياز الذكية خلاص نعتبر انتهينا منه وبنشتغل بصورة كاملة. حوكمة منظومة الاسمدة اللي كان فيها بعض الثغرات في الفترة الماضية يمكن احنا عملنا لها نظام وعرضناه على سيادتك، وبرضه سيادتك وجهت ان احنا نضيف يعني محور اخر لتدعيم المنظومة بنشتغل عليه. يمكن كمان من الحاجات الرقمية الكويسة اللي احب اقولها ان احنا عندنا زملائنا في الباحثين الخريطة الصنفية. مثل الخريطة الصنفية دي ايه؟ ان هو بيحدد الصنف اللي يصلح في مكان معين من النوع، وبالتالي بزود الانتاجية برضه. كل ده بيندرج تحت تحسين مستوى المزارع، حياة كريمة. ايضا خريطة التربة احنا يمكن خلصناها دي لأول مرة في 5-6 محافظات وهنبدأ نعمل هذه التجربة. الهدف منها إن هذه الخريطة دي بتحدد عناصر التربة من المغذيات، وبالتالي أقدر أرشط في استخدام الأسمدة ويعني أحسن الإنتاجية. يمكن برضو عاملين بروتوكول مع هيئة الاستشعار من بعد عشان نبدأ نحصر المحاصيل بالأقمار الصناعية باستخدام الطريق الرقمي، بعيدا عن بقى الأسلوب اليدوي وبعيدا عن التلاعب اللي كان بيحصل، فهنستخدم هذه المنظومة. أيضا عندنا بروتوكول مع معالي وزير الاتصالات إن احنا نعمل منصة لنهيكل عليها ونسجل عليها كل بيانات هيئة التعمير والمتعاملين مع هيئة التعمير. يمكن دي أرقام بتوضح الدعم اللي قدمناه لصغار المزارعين. ولو تسمح لي أقول كده، يمكن المشاكل الرئيسية اللي يمكن التقارير العالمية في سواء منظمات المرتبطة بالزراعة في العالم، برنامج الغذاء أو منظمة الأغذية والزراعة أو الفاو أو كل منظمات، بتعاني من تسهيل حصول صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على التمويل. إحنا هنا الحمد لله في الدولة المصرية يمكن عندنا دعم الأسمدة خلال التسع سنين اللي فاتت كان إجمالي دعم فقط حوالي 100 مليار جنيه. يمكن إجمالي التمويل بالتعاون مع يعني زملائنا في الجهاز المصرفي، إجمالي التمويل اللي منح لتمويل المحاصيل لصغار المزارعين والمربين والمنتجين الزراعيين حوالي 77 مليار جنيه، فيهم دعم لأنهم بياخدوا بفايدة مخفضة حوالي 5.5 مليار جنيه. يمكن مبادرات إعفاء الديون نتيجة بعض المزارعين والمربين اللي برضو تعرضوا لظروف خارجة عن إرادتهم، وعشان نحافظ على استمرارية المشروع وعشان نوفر لهم حياة كريمة يمكن كان في بعض المبادرات بتسهل ولها ضوابط. برضو حوالي 400 ألف مزارع استفادوا من هذه المبادرة، إجمالي الإعفاءات اللي تمت حوالي 8 مليار جنيه، بخلاف المبادرات اللي سيادتك أعلنت عنها مؤخرا، ومنها مبادرة الأقساط إعفاء المنتفعين من هيئة التعمير من الأقساط وغرامات التأخير. مبادرة حياة كريمة يمكن الزراعة برضو كان لها تدخل برضو في كبير في مبادرة حياة كريمة. يمكن وزارة الزراعة قدمت من الأراضي التابعة لها اللي كانت غير مستغلة سواء في الإصلاح الزراعي أو القطاع الإنتاج أو خلافه أكثر من 2 مليون متر في الأماكن داخل القرى حياة كريمة، استخدموا في إقامة مشروعات. ويمكن كان هنا برضو توجيه سيادتك لمجمع الخدمات الزراعية. عندنا في المرحلة الأولى 332 مجمع خدم زراعي بيتضمن كل الأنشطة، بيطاري وتجميع ألبان وإرشادي وزراعي. يمكن لو تسمح لي أن نشير أن كان برضو توجيه سيادتك نظرا لخصوصية الخدمات اللي بتقدم للمزارع والمربي والفلاح المصري، كان توجيه سيادتك أن مراكز تجميع المراكز الزراعية تبقى مستقلة تماما عن مراكز الخدمات الأخرى. يمكن كان كل ده نتيجته ايه؟ نتيجته ان احنا عندنا في الارض الزراعيه حوالي بقينا حوالي 9.8 مليون فدان،
ايضا ده بخلاف حوالي 3 مليون ان شاء الله اللي سيادتك تحدثت عنهم ان شاء الله هيدخلوا الخدمه قريبا في خلال سنه سنه ونص او سنتين حد اقصى. يعني ال 8 ونص دول بيبقوا حوالي 17 ونص او 17 مساحه محصوليه، لان بمعامل التكثيف الزراعي نتيجه ان الارض عندنا بتنزرع اكثر من عروه، ده خلانا ان احنا نساهم في الانتاج المحلي 15%. يمكن قطاع الزراعه زي ما قال احمد في المقدمة، يمكن قطاع الزراعة من القطاعات اللي ما توقفتش خلال جائحة كورونا، وعشان كده كنا من القطاعات القليلة اللي حققت معدل نمو إيجابي وصل إلى 4%. بنستوعب عمالة كتيرة وساهمنا في الصادرات الزراعية. ده كله كان نتيجته إيه؟ نتيجته إن إحنا ده موقف الاكتفاء الذاتي من السلع اللي عندنا. عندنا أكثر من 7-8 مجموعات محاصيل بنحقق فيها الاكتفاء الذاتي وبنصدر منها. عندنا فاكهة، عندنا خضر، عندنا ذرة، عندنا رز بنحقق فيه الانتاج بتاعنا، بيحقق في اكتفاء. عندنا الدواجن، عندنا البيض، عندنا الالبان، المحاصيل السكريه قربنا على الاكتفاء الذاتي، الاسماك، لكن عندنا فجوه في القمح والذره والمحاصيل الزيتيه واللحوم الحمراء. لكن ان شاء الله يعني لو تحدثنا على القمح مع الدخول المشروعات التوسع الافقي ومع كمان تحسن الانتاجيه وزياده انتاجيه الفدان، احنا ان شاء الله كان متوسط الانتاجيه السنه دي 19 الى 20، احنا بنستهدف السنه الجايه والسنين اللي بعدها ان احنا نرتفع بمعدل الانتاجيه. هنقدر نقلل الفجوه مع تعديل نمط الاستهلاك برضو في الذره الصفراء. يمكن برضو السبب اللي كان خلى الناس تعزف عن زراعة الذرة وهذه المحاصيل إن ما كانتش بتسوق، وبالتالي ما كانش حد بيشتريها. لكن أما وإن إحنا السنة دي اعتمدنا الزراعة التعاقدية للذرة، مساحات الذرة بتزيد وإن شاء الله نحقق قدر من تقليل الفجوة. اللحوم الحمراء برضو مع دخول الدواجن والأسماك وخلافه نقدر دي كل الحاجات اللي أدت إلى إيه؟ إحنا تقدم. ده خريطة عالمية، دي المنظمات الدولية بتقول إن مصر تقدمت في مؤشرات الغذاء والأمن الغذائي، ويمكن موقعنا باللون الأخضر اللي هو يمثل غالبية معظم الدول المتقدمة. لو حبينا نبص في الرؤية المستقبلية هنلاقي إن إحنا الهدف من الرؤية المستقبلية إن إحنا يعني نبني أنظمة زراعية وغذائية مستدامة. غذائية مستدامة إن إحنا بنحافظ على تلبية طلبات الأجيال الحالية، وفي نفس الوقت ما بنهدرش حقوق الأجيال القادمة، زي استخدام الأرض بكفاءة، زي إن إحنا نستخدم نظم ري حديثة عشان نرشد استخدام المياه. وبالتالي دي المشكلة الرئيسية في العالم اللي هي كيف تبني أنظمة زراعية وغذائية مستدامة. أيضا هنستمر في زيادة الصادرات الزراعية، بنقلل الفجوة في بعض السلع زي ما عرضنا، نقلل فاتورة الاستيراد، هنستمر في دعم المنظومة. يمكن ده كله سيادتك هنحققه من خلال ايه؟ من خلال استكمال مشروعات التوسع الافقي اللي سيادتك تحدثت عنها، اللي هي حوالي 3 مليون فدان او اكثر اللي احنا بنكملهم في المرحله الاليه، هنستكمل كل مراحلهم، هيخشوا الانتاج خلال الفتره القادمه. ايضا محاور التوسع الراسي والبحوث التطبيقيه وزياده الانتاج والانتاجيه من وحده المساحه، ده محور كبير. ايضا المشروع القومي للصوب ان شاء الله بيستكمل، وبالتالي بيساهم بدرجه كبيره في زياده الانتاجيه. عندنا تنافسيه الصادرات، وهنستمر في فتح اسواق، وهنستمر في الحفاظ على جوده المنتجات الزراعيه، وبنوفر كمان بخلاف الصادرات، وبنوفر كمان بخلاف احتياجات المواطن. ايضا بنساهم في تعميق صناعه الصناعات الغذائيه، يعني احنا كمان بنحاول خلال الفتره القادمه بالتعاون مع بعض زملائنا من القطاع الخاص في مجال التصنيع الغذائي ان احنا نوفر بعض الانواع من المنتجات اللي هي تبقى قابله للتصنيع، لانها بتبقى مختلفه شويه، وبالتالي هنحاول ندخل هذه المنتجات. ايضا ان احنا هنستمر في تحفيز بيئه الاستثمار ومناخ الاستثمار، ويمكن وثيقه ملكيه الدوله تضمنت بعض العناصر وبعض الأنشطة داخل قطاع الزراعة الدولة بتتخرج فيها. ويمكن عايز أقول إن قطاع الزراعة نسبة كبيرة منه يعتبر قطاع خاص في هذا المجال. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها، كل ده كمان ما نسيناش الإصلاحات التشريعية. يمكن وفقا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي وتوصيات الحوار الوطني، يمكن إحنا كمان عندنا قانون الزراعة يعني بقاله فترة طويلة من الزمن، قانون التعاونيات بقاله فترة طويلة من الزمن، عشان نتواكب مع المتغيرات الجديدة، وعشان نقدر نحسن الخدمات، وعشان نقدر ندعم دور الجمعيات في تقديم خدمات لصغار المربين وبصفة خاصة المربين والمزارعين والمنتجين وخلافه. احنا بنشتغل دلوقتي على تحديث قانون الزراعة وقانون التعاونيات، وان شاء الله نأمل ان احنا نستكمل المسيرة. ودي حكاية الزراعة سيادة الرئيس.